السلام عليكم. اليوم راح ازرع بذور الادينيوم اللي جبتها وياي من عمان. الادينيوم اذا بغينا نزرع الادينيوم شويه زراعتها تختلف عن زراعه البذور الثانيه للورد او الاشجار. الادينيوم تحب التربه اللي تكون حبيباتها يعني كبيره، مثلا الحين هذه التربه اللي انا بزرع فيها هذه تربه الرمل البنيان، مو رمل الزراعي. رمل الزراعي حباته شويه تكون اصغر من هذا حبات رمل البنيان، وهذه حبات البنيان رملها متدرج. فهذه التربه الادينيوم تحبها يعني، بس بعدين بعد ما تنمو ننقلها بتربه، ونحط مع التربه نحط المالتش اللي هو كسار الخشب، او اذا عندنا الصخر البركاني هذا الفخاري هذا نخلط مع التربه، على اساس ان جذور الادينيوم جذورها شويه تطلع متينه يعني، ومو مثل جذور النباتات الثانيه تكون خفيفه شعريه كذي، لا هذه متينه تطلع. فتحب التفكك التربه، وافضل لها ان نزرعها بهالطريقه. ففي البدايه نزرعها بالتربه العاديه، ناخذ تربه الزراعه او تربه البنيان ونغسلها عدل، نطيح منها الاملاح عدل، وبعدين نحط لها المبيد الفطري، نرشها بمبيد فطري على اساس انه في اذا كان في التربه فيها امراض او فيها اي شيء تقتل كل شيء موجود داخل بالتربه. وننثر البذور بعد ما ننقع البذور يوم او يومين بالماء، ننثر البذور على التربه ونغطيها بطبقه خفيفه من الكوكوبيت او البوتمس، وبعدين ندخل الصحن هذا او الصيص هذا نحطه بكيس نايلون شفاف ونسكره تسكير عدل، ونخليه يعني اشعه الشمس توصل يعني تضرب في بكيس النايلون على اساس الحراره شويه ترتفع وتكون رطوبه موجوده داخل. خلال يعني اذا كانت البذور صالحه راح تنبت عندنا من 4 أيام إلى 10 أيام، يعني من أول 4 أيام تبين إلى غاية 10 أيام يبين فيها النمو والانبات. فالحين راح نباشر، يلا اغسل الرمل. اغسل الرمل عدل بس كافي. حاول نخلي التربة ليفل، هذا المبيد الفطري نحط نص قفشة الطعام، هذه حجمها عود، نحط ماء نذوب المبيد وبعدين نرش الماء على التربة هذه. نترك الماء ينزل بالتربة، الحين بعد ما المبيد الفطري نزل بالتربة راح نزرع البذور. بس قبل لا نزرع البذور راح أتكلم عن شغلة. هذه البذور طبعا أنا نقعتها الحين في الماء يومين أو ثلاثة. تزلي أحد المتابعين المريخي صورة على الخاص بخصوص في شغلة تسويها يعني ننقع البذور، إذا طفحت البذور اللي تطفح هذه تعتبر فاسدة، والبذور اللي تنزل هي الصالحة للزراعة. لكن
البذور هذه العملية ما نستعجل عليها، يعني مو إذا شو اسمه طفحت البذور نعتقد أنها فاسدة، لا نخليها ويوم أكثر ونحركها بيدينا، نطقها بيدينا نخليها تنزل، تشوفها تنزل قصب تنزل، بعضها ينزل بعضها ما ينزل، اللي ما ينزل خلاص هذا يعتبر فاسد، يعني تعتبر البذور هذه فاسدة. لكن البذرة اللي متشربة ماي وطافحة لفوق وكانت سليمة، إذا حركتها بيدك طقيتها بيدك بصبعك راح تنزل لتحت. فالهدف إنه ما نستعجل يعني من هذه العملية، يعني نقعها مثلا ساعة أو ساعتين وبعدين نحكم على البذرة إن هذه فاسدة، لا نخليها أكثر من يوم يومين وبعدين نتأكد منها بالطريقة اللي قلت لكم عنها. يلا بلش كمار. كوكوبت هذه تقريبا 50 بذرة اللي اهداني اياهم العامل اللي يشتغل في المشتل. نحط يعني بين بذرة والثانية مسافة كبيرة شوية على اساس انه اذا انبتت راح نشيلها مع التربة. وهذه البذرة شوفوها مثل حبة العيش، هاي شكلها مثل حبة العيش. بعمان الأدينيوم يزرعونها بالشوارع مثل الدفلة، خصوصا الكرنيش مالهم اللي على البحر. الأدينيوم ورودها مختلفة، لها ألوان كثيرة، ونقدر نطعم الشيرة الوحدة نركب عليها أكثر من لون، وإن شاء الله راح أوريكم شلون الطريقة، بس خلي يعتدل الجو، أخاف أني أجازف فيها الحين بهالوقت يعني من السنة، خلي يعتدل الجو شوية بآخر شهر 9 أول شهر 10 راح اشتغل لكم على الأدينيوم، اوريكم في لها طرق كثيرة شلون نكبر الجذور وشلون نشكل فيها وشلون نطعمها بالبرود مختلفة على شيرة واحدة. هذا الحين بعد ما خلصنا نفرش عليها طبقة خفيفة من الكوكوبيت او البوتموس، وبعدين نرشها برذاذ الماي وندخلها بكيس نايلون. بذور الأدينيوم بذور غالية، يعني مو رخيصة، لكن أرخص مكان أنا شفته يعني في سوق في تايلاند اللي هو سوق الأحد، هذا في وحدة تبيع هناك، وفي أليكسبرس، موقع أليكسبرس. ندخل الصيص هذا في كوب ونسكر على الكيس، خلي الرطوبة ترتفع داخل والحرارة ترتفع، وحطينا ستيكر هني التاريخ وكم بذرة على أساس نتذكر لما تنبت نتذكر إن عدد البذور اللي زرعناها، ونحطها الحين أي مكان يكون فيه شمس. حطها هني، لا 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 فوق خليها هني فوق الطاولة، هذه أشعة الشمس تجي مباشرة لها، وما يحتاج ماي ما يحتاج شيء، نخليها لما تنبت. والأصيص هذا نفسه ما فتحناه من تحت، يعني ما في فتحة تصريف، بس ننطر الماء الغسيل اللي غسلناه ينشف. وشاكر لكم.